بس عايز احكي للناس على قصه يعني كده حصلت من يوسف حمدي الصافي. يوسف امبارح بعد ما استلم الميداليه جاله احد المشجعين من ذوي القدرات الخاصه، طلب منه الميداليه وطلبها منه، يعني كان يعني بيقول له انا عايز الميداليه وهتبقى هتسعدني جدا. فيوسف حمدي الصافي قال على الميداليه اول ميداليه افريقيه ليه في حياته، خلع الميداليه واداها لمشجع النادي الاهلي. طبعا جده كابتن طه الغمام قبله فبيقول له يا يوسف انت فين ميداليتك؟ الكلام ده اكيد انا عرفته بالتليفون كمان. كابتن طه الغمام قال له يا يوسف فين الميداليه وريها لي؟ قال له لا جده انا اديتها لاحد مشجعي النادي الاهلي. قال له يا حبيبي دي اول ميداليه ليك في حياتك، يعني اكيد تبقى مميزه عندك. فقال له يا جده لو شفت سعاده المشجع او المحب للنادي الاهلي وهو بياخد الميداليه مني كنت هتدي له 1000 ميداليه و1000 ميداليه معاك. فالحقيقه كابتن طه قال له برافو عليك، قال له انت تصرفت التصرف الصح وانا معاك. اللي عرف بالموضوع ده كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. الحقيقه كابتن رؤوف اصر انه يعمل ميداليه زياده، وهيعمل ميداليه مخصوص ليوسف وهيبعتها له. هو ده النادي الاهلي، والنادي الاهلي هنا ده الحقيقه حاجه زي كده او موقف زي ده لو دل فبيدل ان النادي الاهلي بيحط جمهوره في المقام الاول، واللعيبه الحقيقه يعني تصرف من لاعب ناشئ اسمه يوسف حمدي الصافي محدش قال له اعمل كده. وخليني اقول ان اي لعيب حتى بيبقى ليه اول ميداليه افريقيه بياخدها بيبقى ليها معزه كبيره جدا. انا واحد من الناس يعني ما كنتش عارف يعني ازاي هو بالسن ده وخد القرار ده. والاجمل منه بقى ان النادي الاهلي بيقول له لا ما فيش مشكله خالص، هنعمل لك ميداليه اخت اللي معاك واخت اللي ادتها لهذا المشجع. الحقيقه المشجع لو كل واحد فينا اداله 1000 ميداليه مش هيدي له حقه، لان هم دول الابطال الحقيقيين. وشفنا امبارح في المباراه، شفنا طبعا 57-57 اطفالنا الابطال الحقيقيين اللي هم احنا كلنا ابطال رياضيين ولكن كنا او ما زلنا وضيوف اللي في الاستوديو كانوا ابطال، ولكن الابطال الحقيقيين هم دول اللي بيصارعوا اخطر مرض على وجه الكره الارضيه. ربنا يشفيهم. النادي الاهلي امبارح وجه لهم الدعوه، مجلس اداره النادي الاهلي وجه لهم الدعوه ان هم يحضروا المباراة، وكانوا متواجدين وكانوا قاعدين في مكان يليق بيهم وكانوا بيأزروا النادي الأهلي بالرغم من المشاكل الصحية. وشفنا امبارح برضو المشجعين المحترمين اللي هم ذوي الإعاقة الخاصة وكانوا موجودين امبارح أيضا. طيب